نحن شغلنا تقريبا على مستوى العالم، يعني الشغل هذا يعني متميزين فيه من ايام قبل ما جينا على تركيا بكفرنبيل، كنا يعني على مستوى العالم بلدة كفرنبيل في الموزايك معروفين. انا محمد داني من بلدة كفرنبيل بمدينة سدليك، كنت شغال بالفن هذا قبل ما اجي لهون، وكان عندي مشغل بالمدينة نفسها، ونتيجة الأحداث والثورة ما بقى نقدر نشتغل بسوريا، ما بقى نحسن نصدر لأنه شغلنا هذا كله لبرا، يعني ما في سوق محلي، كله لدول أوروبا وهيك بياخدوا. شاركت أنا واحد تركي من مدينة هطاي اسمه مصطفى كرباي، الزلمة شغال بالرخام، كان له فضل في تعريفنا على السوق الرخام بتركيا. ونحن أهم شيء عندنا الألوان في الموزاييك، يعني الألوان هي اللي بتعطي اللوحة الجمالية تنوع الألوان. ضلينا نشتغل بهاتاي فترة للزلزال، طبعا هون دمر كل شيء هونيك عندنا، المشغل، اللوحات، المعرض، حتى البيوت اللي كنا ساكنين فيها تدمروا. فانتقلنا على مدينة الريحانية، وجينا لهون صرنا هلق شهرين عم نأسس، أسسنا معرض جديد وبلشنا في الشغل، ومشغل جديد كمان هلق هون وبلشنا في الشغل هلق من جديد. وشغلنا كله طبعا لأوروبا، لأمريكا، للإمارات، السعودية، يعني تقريبا 70% من الإنتاج المشغل بروح لبرا تركيا، و30% هون للسوق المحلي التركي. شغلنا نحن عالم كتير، يعني منهم سوريين ومنهم أتراك بهالمجال، يعني وصل العدد ل 30 شخص تقريبا. اللوحات لكل بلد له يعني نماذج معينة، مثلا في أوروبا بيطلبوا مثلا قصص فيها أشخاص، فيها قصص تاريخية، هيك شغلات، يعني نحن بنشتغلها بنشتغلها حسب الطلب اللي عندهم، وحتى الألوان المرغوبة عندهم، يعني مثلا في اليونان ما بحبوا الأسود والأخضر كتير، يعني منقلل، يعني بنشتغل حسب البلد اللي بدهم إياه. أما مثلا في السعودية بيشتغلوا أرضيات سجاد، مناظر طبيعية، بينجلى، حتى كل واحد مثلا هلق بتلاحظوا إنه في لوحات مثل الكسر، يعني مبين الكسر حجر لفوق، في لوحات سادة، يعني الأوروبا بحبوا الشيء القديم التعتيق، يعني الكسر لفوق، يعني الحجر يبين كسر. الشغل نحن اشتغلنا فندق بيبلوس ك يعني أكبر لوحة هونيكي بفندق بيبلوس، وصل شيء 1000 متر مربع، مشروع كامل $225,000، حوالي 800 متر تقريبا مربع، 800 متر مربع موزايك، حتى بيوصل إنتاج المتر هون وصل مثلا ل $300. في أمتار يعني مثلا لأمريكا أو هذا بنبيحين عن طريق النت، يعني بيوصل سعر المتر ل $2,800.